ارجع على البيت وعزفت شوي نفسيتي ترتاح، حاول انسى اللي صار معي بالنهار من مضايقات التنظيم وعناصره. طبعاً اكيد بالنسبه لي انه اعزف العود انا بوجود التنظيم اكيد فيها مخاطره، يعني انا ما كنت بعرف ايش عقوبتها، ولكن دائما اي شغله بالنسبه للداعش دائما اي شغله فيها عقوبه على مرأى الناس. لما رجعت ما لقيت العود فهني اخذوه، مش مصير العود انا ما بعرف، بس اكيد كسروه، يعني بالنسبة لهم هاي الشغلة حرام. بالنسبة لشعب حلب أو مناطق ريف حلب بشكل عام، معروف تاريخياً أنه أصحاب هواية طرب وموسيقى، فهن دائماً إذا ما سمعوا موسيقى أو شيء طربي ما بيرتاحوا، بنقعد فيها المهم نرجع على مدينة الباب، بس بعدم وجود التنظيم.